أهلا بكم من جديد. أغلقت الكثير من الملاحم أبوابها أمام عزوف ملحوظ عن شراء لحوم الإبل تجاوبا مع ما صدر مؤخرا من تحذيرات صحية من قبل وزارة الصحة والزراعة بعد ثبوت علاقتها بفيروس كورونا. من جهة أخرى فقد لاقت هذه التحذيرات سخط واستهجان بعض ملاك الإبل ومحبيها والذين قالوا أو قللوا من أهمية هذا الاتهام للإبل واعتبروا ما يتردد هذه الأيام من تحذير ما هو إلا لمواجهة الإبل عطايا الله ومكانتها للتقليل من أهميتها. آخرون سخروا كذلك من تحذيرات الزراعة مقاطع يوتيوب ربما انتشرت حتى بنشوف بعد شوية إن شاء الله أحد هذه المقاطع لأحدهم هو يقبل رأس الناقة ويضمها على صدره ويتبادل معها القبلات ويستنشق أنفاسها ويقول إن مهيب هي مصدر للكورونا. عموما إحنا رحنا لملاك الإبل في أماكنهم وسألناهم عن هالموضوع ورأيهم فيما يتعلق بهذا الموضوع. خلونا نبدأ بهالتقرير ثم نبدأ النقاش. في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف الشعبية والحكومية من انتشار فيروس كورونا والذي غدا هاجساً يؤرق الجميع، فأصبحت الكمامات لا تفارق الكبير والصغير أثناء التنقل خوفاً من ذلك الفيروس والذي بات يفتك بأرواح ويؤرق أخريات. قصة أخرى مع انتشار الفيروس وعلاقته بالإبل، ففي تصريحات سابقة لوزير الصحة الأسبق الدكتور عبدالله الربيعة برأ فيها الإبل من علاقتها بالفيروس حتى تلك اللحظة ليتنفس الجميع الصعداء، خاصة وأن أعداد الإبل في المملكة تصنف بأنها الأكبر على مستوى الشرق الأوسط. لكن ما لبثت تلك الآمال حتى خرج وزير الصحة الحالي المهندس عادل فقيه والذي أكد أن أحد أسباب انتشار الفيروس هي الإبل المصابة. كاميرا يا هلا نزلت إلى الميدان لتأخذ آراء الطرف الثالث ملاك الإبل، وكانت آراؤهم مخالفة تماماً لما تراه وزارة الصحة. أنا أقول أن وزارة الصحة تصح معلوماتها اللي حطتها على الإبل وتثبت الشيء هذا. أعطونا راعي إبل انصاب مرض كورونا. أنا أقول وزارة الصحة تصح معلوماتها وتثبت ذلك، ما في أثبات. والله الاتهامات هذه تبى لها دليل أو شيء، دليل على أنه أثبت تقرير أنه من الإبل، وهذا ما هو نعم أكيد هذا كلام أنا مسؤول عنه، يعني أبانا وأجدادنا ما حصل الكورونا هذا ولا المرض ما جاء. أول شيء نقول وزير الصحة وشلون يتهم الإبل بكورونا هو ما هو متأكد، هو بنفسه قالها، قال لنا لحد الآن ما تأكدنا أن كورونا من الإبل، وشلون يتهم الإبل وهل الإبل بكورونا وهو ما هو متأكد. أول شيء تأكد وبعدين وجه التهمة للي يبي. إحنا طال عمرك عايشين مع الإبل والكلام ذا ما مر علينا نهائيا، وهذا اتهام مستقصد وراء الاستقصاد أنها شريحة موجودة الآن تحارب الإبل. الرعاة أيضا كان لهم نصيب من لقاءاتنا وبدت عليهم الثقة بشكل كبير. أنا لي تقريبا سنتين رحت البلادي، وبعدين لما قالوا يعني ما عاد فيها شيء رجعت أشتغل شغلي. والله ما عندي مشكلة، عادي متوكل على الله، اللي أنا عارفهم ما حد سيب منهم. البل ما فيها مرض، البل ما فيها علة الشفاء، البل إحنا نشرب حليب ونشرب وبرة. أنا أقول لوزارة الصحة وزارة الزراعة لست في الإبل داء، وإنما فيها شفاء، ما تبالى معلومات ولا تبالى فحص. البل ما فيها مرض مرة، البل فيها علاج، فيها حليب يعالج السكر، وأنا يوميا مخالته وبفضل الله سبحانه وتعالى ما شعرت منها بأي مرض. ومع اتساع الهوة بين الوزارة وتحذيراتها من جهة وبين ملاك الإبل ورعاتها من جهة أخرى تتضح مشكلة أخرى، وهي إما غياب التوعية الكافية للمخالطين بالإبل أو عدم قدرة الوزارة للوصول لهم من خلال حملاتها الإعلامية والتوعوية.
والله الابل فيها كورونا كانت تلقى المنومين والمرضى كلهم رعاه واهل ابل، بينما المنومين الان هم الممرضين والدكاتره. تابعنا رأي ملاك الإبل حول هالموضوع. طبعاً يمكن الرأي الغالب عندهم واللي أجمعوا عليه إنه ما يرون إن الإبل هي اتهامة صحيح بأنها تكون مصدر لكورونا. حول هذا الموضوع، هل فعلاً ثبت يعني طبياً مختبرياً إن الإبل هي مصدر لكورونا؟ نتحدث مع الدكتور سامي حجار استشاري الأمراض المعدية بمستشفى الملك فيصل التخصصي. حياك الله دكتور. يا هلا والله. تابعت التقرير؟ تابعت. شفت ترى زعلانين عليكم. والله يعني حتى واحد منهم قال لو الكورونا لو الابل فيها الكورونا كان شفت حقين الابل هم اللي مرقدين اكثر من انتم الدكاتره والممرضين. هو يعني في الحقيقه لا يوجد استهداف للابل. لكن يعني من المهم يعني النظر للموضوع من بدايته. طبعا في البدايه الفيروس عزل في سبتمبر 2012. طبعا الفيروس التحليل الجيني أظهر أن هذا الفيروس قريب من فيروس يصيب الخفاش. خلال تلك الفترة تم عزل الفيروس من براز أحد أنواع الخفاش في منطقة قريبة من الإصابة الأولى. طبعا الخفاش لا يخالط الإنسان، فكون هذا الفيروس من منشأ حيواني عادة تجرى الدراسات على الحيوانات التي تخالط الإنسان، وهذا ما حدث في فيروس سابق يختلف تماما عن هذا الفيروس، الفيروس المعروف بالسارس. عودة للسارس، السارس فيروس كان سببه الخفاش، بعد فترة تبين أن الناقل هو نوع من القطط التي توجد في عند العائلات الغنية في هونغ كونغ كحيوان أليف، وكانت تقدم في بعض الأطباق في بعض المطاعم في الصين. فكانت السياسة في تلك الفترة تجنب هذا الحيوان ومكافحة انتشار العدوى في المرافق الصحية، وتم التغلب. طبعا عندما ظهر الفيروس الكورونا أو ما يعرف بفيروس متلازمة الشرق المتوسط وتبين أن له علاقة في الخفاش والخفاش لا يخالط، بدأ البحث في حيوان آخر. فظهرت الفكرة أن الجمال قد تكون الحيوان الناقل بحكم وجود قد في البداية. أنا قاعد معك أتدرج في الموضوع. لا أنا أبغى حتى بس نوصل لمرحلة أنه الإجابة النهائية فيما يتعلق أنه كان في تصريحات متباينة أنها قد تكون، وأن الوزير السابق الربيع قال نفى أنه يعني إلى وقتها نكون الإبهلية مصدر. أنا سؤالي واضح، قد تكون هي مصابة أصيبت بالفيروس، لكن هل نقدر نقول هي المصدر الوحيد لفيروس كورونا؟ يعني أنا سأنتقل مباشرة للدراسة الجديدة. طبعاً الدراسة اللي أكدت الموضوع إذا دراسة أجريت دراسة مشتركة من جامعة الملك سعود برئاسة الدكتور عبد العزيز العقيلي وجامعة كولومبا في الولايات المتحدة برئاسة أستاذ إيان يلكن. هذه الدراسة خلال الدراسة تمكنوا من عزل الفيروس من مفرزات الإبل، وهذا الفيروس نفس السلالة التي تصيب الإنسان. طبعا التحذير عندما تجد أن حيوان تأكدت إصابته وأن الفيروس الذي يصاب به الإنسان نفس السلالة ونفس الخارطة الجينية، من الأولى التحذير. طبعا طيب ما حد قال ما تاكلوا أو تشربوا لبن. أنا بتكلم ولا حد بس حتى بسألك متى آخر مرة أكلت لحم حاشي؟ والله أنا ما كثير في الحاشي. طيب خلينا بس ما عندي شيء داخلي ضد الحاشي. طيب خلينا نأخذ فاصل قصير ثم نتابع حديثنا حول موضوع الإبل وكورونا. أهلا بكم من جديد.
خلونا نتابع هذا المقطع اللي انتشر بشكل كبير لأحد ملاك الإبل وهو يتكلم عن الإبل وكورونا. خلونا نشوفه. يقولون فيها البلكارونيا، يقول وزير الصحة الفقيه ما عندك سالفة. ها ها ها، ترسمي ترسمي في وجهي، ترسمي يعطسي يعطسي يعطسي. قالوا فيها كورونيا، قالوا فيها كورونيا ما عندهم سالفة. قالوا فيها كورونيا، فيش كورونيا؟ تقول لا. فيش كورونيا؟ تقول لا. طيب تابعنا هذا المقطع. ترى مو بس بالحال، كثيرين من ملاك الإبل ما زالوا يتهكمون بأنكم خلاص كأنكم حصرتم الموضوع أنه هو الإبل هي المصدر الرئيس لموضوع كورونا. أوكي. طبعا الاختبارات اللي أجريت على الإبل أجريت كذلك على الماعز الماشية، أجريت كذلك على نوع من الجاموس البحري، أجريت كذلك على أنواع مختلفة من الطيور. وتبين أن الجمل هو الحيوان الوحيد المصاب، بدليل أنه عزل الفيروس من مفرزاته. طبعا هي الرسالة لا هدفها منع أكل الإبل، لأنه بيتأثر الاقتصاد. يعني شوف، عندك كبدة الحاشي ومحلات كبدة الحاشي بتظهر، عندك الملاحم اللي تبيع لحم الإبل، تجار الإبل، يعني الموضوع له بعد حتى اقتصادي كبير. بس هو من الناحية العلمية وتثبت إصابة حيوان يجب عدم التساهل والتهاون لأي أسباب أخرى. الرسالة واضحة، الرسالة تقول كون ثبت وجود الفيروس، عزل الفيروس. طبعا في حادثة في شهر أكتوبر في نهاية العام الماضي، أحد المرضى اللي نوم في مستشفى في جدة وأصيب في المرض كان عنده مجموعة، يمتلك مجموعة من الإبل، ثبت إصابتها وتبين أنه يتناول حليب الإبل يوميا من دون بستر. طبعا هي الرسالة كون الفيروس موجود في الإبل مفرزاتها، توخي الحذر، غسل اليدين عند التعامل مع الإبل قبل وبعد. نحن لا نقول بعدم يعني شرب الإبل، يعني واحد ما يشرب حليبها الحين ولا يأكل لحمها. في دراسة أظهرت أن الفيروس قد يعيش لفترة طويلة في لبن الإبل، لكن إذا غلي لبن الإبل في درجة تزيد عن 60 درجة مئوية ولمدة نص ساعة الفيروس يموت. كل الرسالة هو يحبون يشربونه يعني بارد، يعني بشكل كبير. يعني عندنا هذا الدارج الحقيقة، عندنا خبرة في المملكة بالحمى المالطية وهي منتشرة بسبب شرب حليب الإبل من غير بسترة. الرسالة من الأفضل في الوقت الحاضر بناء على المعلومات المتوفرة تجنب شرب حليب الإبل من دون بسترة، وفي نفس الوقت عدم تناول لحوم الإبل إلا إذا كانت مطهية بشكل جيد. طبعا الرسالة واضحة، الرسالة لا تقول لا تشربوا حليب الإبل ولا تشربوا، كلها توخي الحذر. يعني من واجب سواء وزارة الصحة أو وزارة الزراعة التنبيه، ثبت وجود الفيروس، الدلائل كلها دعت منظمة الصحة العالمية في شهر مارس بناء على جميع الدراسات اللي أجريت خلال السنتين أن تؤكد أن الإبل مصابة في الفيروس وتشكل خطر. طبعا يعني احنا لا نعلم كيفية الانتقال من الإبل للإنسان، لكن وجوده في مفرزاتها التنفسية بنسب عالية، إمكانية الفيروس أن يعيش حي لفترة طويلة في لبن الإبل، كل هذه المعلومات تستدعي التحذير. طيب التحذير انتم حذرتوا، لكن ورا ما تستهدفون طيب ملاك الابل والرعاة الابل والتجار الابل، ليش ما تستهدفونهم طيب هالموضوع؟ يعني الان الصوره الذهنيه الموجوده عندهم من خلاص كل الابل تجنبوها، وكل الابل يعني قد تكون ناقله ومصابه بفيروس كورونا، ورا ما تستهدفونهم بحمله توعويه توضح لهم الابعاد وتوضح مش المقصود في الموضوع؟ وانا باعتقادي في الفتره الاخيره خلال الاسابيع الماضيه في حملات مكثفه سواء من وزاره الصحه او وزاره الزراعه لتنبيه جميع شرائح المجتمع التي لها علاقه في الابل. يعني الكلام جدا صحيح، التوعيه جدا ضروريه في هذا المجال كنوع من أخذ الحذر كون أن الإصابة ثبتت. طبعا بس للمعلومية من الصعب التفريق بين الإبل المصابة وغير المصابة،
في حال إصابة الإبل بناء على الدراسة التي أجريت الإبل يصاب بزيادة في الأعراض التنفسية يعني يزيد السيلان من أنف الإبل. هذا فقط الإصابة، الإصابة ليست مماثلة للأشكال الشديدة اللي يصاب فيها البشر كالتهاب الرئة الذي قد يتطور إلى فشل تنفسي، ولا يمكن التمييز بين إبل مصابة وإبل طيب غير مصابة. طيب في الآراء وتباين الآراء في الموضوع أنه تحديد الإبل كمصدر لفيروس كورونا، يعني في بعض الباحثين، احنا الشباب طبعوا لي قبل الحلقة دراسة تكلم عنها الدكتور محمد المحروس، هو استشاري في علم الميكروبات الإكلينيكية، وذكر كلام كذا قال أنه من الصعب أن تحصر الإبل أن تكون هي المصدر الوحيد لفيروس كورونا، وذكر قال يعني معظم الحالات المسجلة اللي فاقت لدى 231 حالة 231 مات منهم حدود 80 شخص لم يتصلوا بالإبل. فبالتالي أنت تتكلم عن أنه معظم الحالات المصابة بهذا الفيروس ليس لها أي ارتباط أو اتصال بالإبل. هذا الكلام صحيح، لكن في حال تحديد حيوان بناء على الدراسات، صراحة أنا ما اطلعت على، لكن أنا أؤكد أن الدكتور كلامه صحيح، لكن الدكتور لم يتطرق إلى ثبوت إصابة الإبل. طبعا الكلام صحيح، عدد الحالات أو الحالات الأكثر غير معروف كيف انتقلت، لكن تم تحديد مصدر، فمن باب الأولى عدم التغاضي. طيب. ونجي نقول والله ترى خلاص إذا في ملاك. طيب دكتور أنا وقتنا انتهى، بس العنوان الرئيسي اللي بنختم فيه الحلقة أنه كونوا على حذر في تعاملكم مع الإبل فقط، حتى في أكل لحم أنه يطهى بشكل كويس، حليبها يكون مبستر ويغلى ويغلى، والمخالطة غسل اليدين قبل وبعد، حتى الرعاة. طب الرعاة غسل اليدين قبل وبعد، ويعني ممكن لبس الكمامة إذا قريب من المفرزات. جميل. طبعا هذه الرسالة طبعا هو فترة محددة هذا التحذير إلى أن يقضى على الفيروس، يعني حتى يقضى. طيب طبعا هناك في المستقبل حيكون في لقاح للإبل لحمايتها من الإصابة بفيروس. يلا يعطيك العافية، شكرا دكتور سامي الحجار استشاري الأمراض المعدية بمستشفى الملك فيصل التخصصي. طبعا بذكر أنه حاولنا نتواصل مع أو تواصلنا مع وزارة الزراعة أنه مشاركهم معنا على الأقل يعطونا رأيهم بالموضوع، كونهم أثبتوا أنه فعلا الإبل مصدر، لكن للأسف محاولتنا يعني ما وصلنا الجدوى في النهاية. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، شكرا لكل من تابعنا وخصص جزء ولو كان يسير من وقته لمتابعتنا، شكرا لفريق إعداد يا هلا، نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، إلى اللقاء.